14 سنة بالتمام والكمال على رحيل واحد من ألمع النجوم، اسم حفر نفسه بحروف من نور في تاريخ الكيان، محمد عبد الوهاب اللي رحل عن عالمنا في 2006 تحديدا 31 أغسطس. لا تبكي نفسي على شيء قد ذهب، ونفسي التي تملك كل شيء ذاهبته. الحقيقة دي الكلمات اللي ودع بيها محمد عبد الوهاب أصحابه وزمايله في غرفة الملابس قبل وفاته بأيام، كلمة كتبها بخط إيده حطها على اللوكر أو على دولابه في غرفة الملابس، وما كانش يعرف أنه بعد أيام بسيطة جدا هيرحل عن دنيانا. زي ما قلت لحضراتكم بكرة إن شاء الله يكون فات 14 سنة، ورغم ذلك يحتل محمد عبد الوهاب مكانة خاصة جدا، نجم مصر ونجم النادي الأهلي في قلوب جماهير الكرة. ايه حالة الحب وحالة الوفاء الكبيرة جدا على الرغم انه مشواره ما كانش كبير، لكن الحقيقة كان بيتمتع ب انا مش هتكلم على مستواه في الملعب، لانه انا بيتهيألي عبد الوهاب ربنا يرحمه كان واحد من افضل اللعيبة اللي جت في الناحية الشمال في تاريخ مصر كلها مش بس في تاريخ النادي الاهلي. وعلى الرغم ان هو يعني رحل وهو عنده 23 سنة الا انه خد لحظات توهج ونجومية ما خدوهاش ناس كتيرة جدا قعدوا في مكانه فترات أطول بكتير. لكن خلوني أقول لحضراتكم أنه رغم مرور 14 سنة مازال الجمهور بيحترم ذكرى عبد الوهاب وبيفتكر محمد عبد الوهاب كواحد من أهم النجوم اللي جت في مشوار النادي الأهلي. خلوني أقول لحضراتكم والشيء بالشيء يذكر، يعني واحد من المواقف الملفتة كنت يعني كان واحد من الموضوعات برضو في ذكرى رحيله كنت قريته، أنه الولد لما جه مصر وكان بيتفاوض معاه مسؤول النادي الاهلي وتحديدا كابتن محمود الخطيب، وكابتن الخطيب بيساله انت لسه ما وقعتش من النادي واحنا عايزين نعرف انت طلباتك ايه، والنادي طبعا الاهلي ليه يعني ظروف معينه. الولد قال له انه انا لعبي في النادي الاهلي وان انا البس فانيله النادي الاهلي ده حلم من احلام حياتي، مش ممكن لما الحلم يجي يتحقق يكون ليا طلبات، انا همضي واللي انتوا عايزين تعملوه معايا اعملوه. لعيب تحس ان هو لعيب بروح المدرج، يعني انا بفهم كويس جدا انه لعيبه الكوره جزء منهم او يعني كلهم بيفكروا في لعب الكوره على خصوصا مع الاحتراف انه مصدر الدخل الرئيسي وعلى فكره تامين المستقبل، لكن في لعيبه معينه بتلعب في النادي وبتنتمي للكيان بروح المدرج بروح المشجع، وانا بيتهيالي انه مفيش خلاف انه عبد الوهاب كان واحد من دول. خلونا نروح الحقيقه في يوم زي ده كان لابد ان قناه النادي الاهلي وكاميراتها تروح عشان تزور مسقط راس محمد عبد الوهاب الفيوم وتحديدا سانورس. وخلال اليومين اللي فاتوا يعني قابلنا عدد كبير جدا من اهله ومن اصحابه ومن اخواته. خلينا نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. طلته معروفة، بمجرد أن يستلم الكرة على أرضية الملعب تجده يخلق لنفسه عالما خاصا بمعشوقته، فيمرر ويسدد بدقة ومهارة عالية ليصبح في وقت قصير جدا من أمهر اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية. النجم الراحل محمد عبد الوهاب الذي تحل اليوم الذكرى 14 لرحيله عن عالمنا، رحل وسط صدمة داخل أسوار القلعة الحمراء وحزن شديد خيم على الجمهور المصري بكافة انتماءاته. العلاقة بين الجمهور والراحل عبد الوهاب عنوانها لا للنسيان، فعلى الرغم من مرور سنوات عديدة على انتقاله لجوار ربه إلا أنه لا يزال نقطة نور رحلت عن عالم الساحرة المستديرة. فلا تنسى جماهير وعشاق النادي الأهلي والكرة المصرية بصفة عامة ذلك اللاعب الذي تميز وظهر بأداء مشرف طوال فترة تواجده بالملاعب. أربعة عشر عاماً مرت على رحيله ولم ينسى جمهور الأهلي حتى الآن البطولات التي حققها محمد عبد الوهاب مع الفريق والمنتخب الوطني، حيث تمكن من تحقيق سبع بطولات في موسم واحد.
لحظات حاسمة لا تنساها الجماهير عند سقوط الخلوق عبد الوهاب على أرضية ملعب مختار التتش أثناء إحدى التدريبات صباح يوم 31 من أغسطس عام 2006 مرتدياً تيشيرت المارد الأحمر ليودع المستطيل الأخضر مخلداً اسمه بمسيرة رياضية يشهد لها الجميع بأن شعارها كان الإخلاص وزينتها الوفاء وعشق كيان الأهلي. قناة النادي الأهلي حرصت على التواجد في منزل النجم الراحل بمسقط رأسه بمحافظة الفيوم لإحياء ذكرى رحيله، والتقت مع والدته التي قالت: هو الإحساس هو كأنه يعني هو لا بيروح عن بالي ولا أنا بنساه، ولا يعني ربنا هو اللي بيصبر وربنا اللي بيعيني، وفضل من ربنا ان انا واقفه على رجلي لحد الوقت. هو بس صبر من عند ربنا، هو صبر من عند ربنا اللي انا فيه دي. اما شقيقه فتحدث عن الدور الكبير الذي لعبه محمد عبد الوهاب في حياه عائلته باعتباره السند، حيث اكد: محمد كان هو المسؤول عن كل حاجه، كان اخ واب، وطبعا كان انسان يعني كان طيب جدا، كان محترم جدا، كان بيعلمنا الأخلاق، كان بيعلمنا كل حاجة كويسة يعني. عدسة قناة النادي الأهلي اهتمت أيضا بعمل جولة بمركز شباب مدينة سنورس التي تحمل فيه صالة الألعاب الرياضية اسم النجم الراحل، وأجرت حوارا مع الكابتن فرج عبد المحسن الذي حكى تفاصيل مزاملته لعبد الوهاب في مركز الشباب ونادي الألومنيوم، والذي أوضح: بدأت علاقتنا ان هو كان بيجي يلعب معايا ويتمرن معايا خلال فتره يعني لحد ما وصل 15 سنه، واحنا كنا في نادي الالومنيوم حوالي 5 لعيبه 6 لعيبه في نادي الالومنيوم. بعد كده جاء الالومنيوم معانا وكان بيتمرن في الناشئين، قعد سنه في الناشئين في الالومنيوم، بعد كده صعد معانا فريق اول. كما تحدث عاشور جابر وهو احد جيران محمد عبد الوهاب بمسقط راسه عن ذكرياته مع اللاعب الراحل قائلا: كابتن محمد عبد الوهاب كان جيراننا في البيت، صديق من منذ الطفولة. كابتن محمد عبد الوهاب نموذج للشاب الخلوق، نموذج للشاب المحترم، للشاب المؤدب. الدليل على ذلك انه عايش جوه الناس وعايش في نفوس الناس وعايش في جوه ذكرنا احنا، الذكرى ال 14 والناس لسه مفتكرها لحد الان، محدش نسيه. رحمة الله على الخلوق محمد عبد الوهاب، اللي بيتهيأ لي أنه عزاء أهله وعزائنا كلنا الحقيقة هو حالة الحب الشديدة جدا اللي ما زالت رغم يعني مرور 14 سنة على رحيله ما زالت الحقيقة عايشة في قلوب وعقول جماهير النادي الأهلي، ومش هبالغ لو قلت كمان جماهير الكرة المصرية. حقيقة يمكن رحيله كان صدمة، صدمة لكل الناس، مش بس بتكلم على جمهور الأهلي وعلى لعيبة الأهلي الحقيقة، لأنه كان من الشخصيات اللي محترمة جدا، شخصيات اللي بتشعر أنه جوه الملعب وبره الملعب شخص على أعلى مستوى، وده طبعا يمكن يكون واحد من أهم أسباب جمهور ذكي جدا واعي جدا وصعب جدا أنه حد
يخدعه، وحتى لو حد قدر يخدعه لبعض الوقت لكن ما اعتقدش انه ممكن يخدعه طول الوقت. عشان كده محمد عبد الوهاب اسم عايش بيننا لغايه النهارده. معانا كابتن سيد عبد الحفيظ. مساء الخير يا كابتن سيد. حضرتك عامل ايه؟ اهلا بيك كابتن سيد عبد الحفيظ، طبعا مدير الكره بالنادي الاهلي، والاهم انه واحد من المقربين جدا للراحل محمد عبد الوهاب، واللي بيتهيالي يا كابتن سيد انه يعني كل الناس اللي كانت قريبه منه في التوقيت ده كانت بتقول انه قبل رحيله بايام كما لو يبدو يعني انه كان حاسس انه هو هيرحل عن دنيانا. انا عايزك تحكي لنا على اخر ايام، وانا عارف انك كنت قريب منه جدا في التوقيت ده، تحكي لنا على اخر ايام في حياه الراحل محمد عبد الوهاب. يعني يمكن الله يرحمه محمد كان من الناس اللي هي مش مش مش, مش انا بس اللي بتكلم عليها او انا بس اللي بزكيها، يعني اعتقد كل الناس اللي عاصرته او كل الناس اللي زملته او تعاملت معاه حتى يعني هيقولوا نفس الكلام. كان صادق جدا جدا مع نفسه، كان متصالح جدا جدا مع نفسه، كان صادق جدا مع اللي حواليه. يعني كان زي ما بيقولوا كده ابن موت، يعني حاجه واحد من الناس اللي هي قليله جدا في الحياه عامه، كمصداقيه وانسانيه وتعامل برجوله. ايه اهم المواقف اللي مش ممكن ينساها كابتن سيد عبد الحفيظ لمحمد عبد الوهاب؟ والله محمد يمكن برضو يمكن انا ما لعبتش معاه كتير لان بحكم السن يعني، لكن يمكن في اخر اسبوع او 10 ايام قربنا مع بعض قوي، فبحكم ان انا كنت بعمل ماتش اعتزالك وهو كان يعني هو اللي بيغني الاغنيه بتاعته اصلا. أيوة. حتى قبل الوفاه بيوم كنا مع بعض بشكل مستمر جدا، وشكل طول اليوم تقريبا ال 24 ساعه كنا مع بعض فيها يعني. فمش مساله صدمه وبس، تحس ان انت كنت بتحلم وحلم ما كانش لطيف الحقيقه خالص يعني. لكن درس محمد لانه اكيد في مكان احسن وواحد احسن بكتير. طبعا طبعا درس لينا كلنا يعني. طبعا لحظه طبعا ما يغلاش على اللي خلقه. بس خليني اسال حضرتك سؤال، وحضرتك مدير كره وبالتاكيد تعاملت مع عدد كبير جدا واجيال مختلفه من لعيبه النادي الاهلي، سواء وانت لاعب في الفريق او حتى لغايه لما وصلت لمنصب مدير كره في النادي الاهلي. ايه سر المكانه اللي بيتمتع بيها محمد عبد الوهاب؟ يعني 14 سنه على رحيله وما زالت الجماهير بتفتكره وما تقدرش تنساه، وحطاه في مكانه يعني الواحد في حته لوحده ثانيه خالص، يعني من وجهه نظرك ايه السبب في ده؟ والله انا اشوف ان دي من نعم ربنا، يعني من حب ربنا للعبد، يعني من حب ربنا للانسان، ان انت حتى بمجرد ذكراك او محو اسمك على الوجود ذكراك بتفضل موجوده. اعتقد دي يعني مهما تفسرها او مهما تحاول ان انت تحللها يعني مش هتلاقي غير حاجه واحده بس، حب ربنا للانسان ده اصلا. ايوه. او قرب ربنا او قرب الانسان ده من ربنا. لكن كتير جدا بيعمل حاجات كتيره قوي 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 وبعد كده يعني شهر اثنين ثلاثه وامور الحياه وسنه الحياه طبعا، لكن لما يبقى في واحد عمره يعني 23 سنه ولا 24 سنه يعني ما يزيدش عن كده او اقل من كده كمان بسنه ولا حاجه، 23 سنه بالتحديد، انت بتتكلم في واحد يعني معاش فتره طويله جدا عشان ياثر في الناس بالشكل ده، لكن يجي المشهد الاخير وربنا سبحانه وتعالى يعني العمليه مش بقطرها، العمليه باصدقها واخلصها. أيوه. اعتقد انه عشان كان صادق ومخلص جدا، فاعتقد ان الناس كلها يعني وصل لها الاحساس ده يعني. صحيح. انا متهيألي ان الراجل ده ما عملش حاجات كتير قوي عشان يبين هو ايه. اكيد. لكن الحاجات اللي هو مخلص فيها جدا حتى ولو كانت يعني مش كتير لكن عند الناس واصله وحساها يعني. فحب ربنا للانسان ده اعتقد هو السبب الرئيسي يعني. واعتقد انه كنت لسه قبل حتى يعني ما تدخل معانا كابتن سيد على الهوا كنت بقول انه صعب جدا انك انت تخدع الجماهير طول الوقت، يعني بالتاكيد المشوار اللي قضاه عبد الوهاب في الملاعب، وانا مش بس بتكلم على جمهور نادي الاهلي، انا بيتهيألي وحضرتك مش عارف تتفق معايا في ده انه كل جماهير الكره زعلت على محمد عبد الوهاب في مصر في وقت رحيله. طبعا من الصعب جدا على لعيب انه يضحك على جمهور او يخدع جمهور، ولو نجح انه يعمل ده في فتره صغيره جدا ما اعتقدش انه يقدر يعمل ده طول الوقت. بص انا عندي قناعه يعني مقتنع بها تماما، يعني قد تكون في بعض الاوقات ما بتقولش اللي جواك، لكن اللي اعلم باللي جواك هو ربنا سبحانه وتعالى، عشان يبقى في مشهد زي ده. يعني انت لو جبت حتى الجنازه نفسها، ايوه يعني الجنازه مهيبه جدا صعبه جدا، في يعني رغم ان الوفاه مثلا كانت الساعه 10 ولا الساعه 11 والجنازه كانت بعدها بثلاث اربع ساعات، ومع ذلك شوف كميه الناس اللي كانت موجوده
رغم ان انت في العصر ده ما كانش السوشيال ميديا بالشكل الفظيع اللي انت فيه، اللي هو في ثانيه كل الناس تعرف يعني، تمام؟ ومع ذلك كميه بشر بكل انتماءاتها وبكل ميولها وبكل المسافات المتباعده اجتمعت في مكان واحد، اللي هو مش في القاهره كمان يعني، هو كان في الفيوم يعني. بص المسافات كانت عامله ازاي، ومع ذلك الجنازه كانت عامله ازاي يعني. انا بقول يعني ده يعني قدره ربنا سبحانه وتعالى، والمشهد ده ربنا سبحانه وتعالى يعني صحيح. هو الـ يعني المسج اللي هي عايزه توصل، ان الراجل ده كان صادق جدا، كان مخلص جدا، كان راجل يعني نقي جدا زي ما قلت، متصالح جدا مع نفسه يعني. ما اعرفش ان في واحد في يوم من الايام مثلا قال لي او اشتكى لي او يعني في حاجه ما بينه وما بينه، حتى لو على سبيل الهزار يعني. فربنا يرحمه ويصبر يا رب يا رب. تعظيمه جدا الحقيقه، طبعا 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 جداً جداً طبعا جداً جداً. انا بحبها جدا وبقدرها جدا، وربنا يبارك لها في اولادها، في احمد ومحمود ان شاء الله الرحمن باذن الله. نتقابل كلنا يا رب في مكانه عبد الوهاب او عند عبد الوهاب باذن الله على خير بإذن. وبنطلب منكم انت وكل نجوم الاهلي ما تنسوهاش ابدا كابتن سيد. لا طبعا لا طبعا. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. والحقيقه يعني اعتقد انه مشاعر الحب والتقدير الكبيره مش بس طبعا عند الناس اللي زملت ولعبت مع كابتن محمد عبد الوهاب الله يرحمه، لكن الحقيقه مشاعر الحب والتقدير دي ممتده للملايين. معاني كتير قوي جسدها محمد عبد الوهاب في الفتره اللي ارتدى فيها فانيله النادي الاهلي. بكلم حضراتكم زي ما قلت في البدايه على كم كبير جدا من الاخلاص، حاله كبيرة جدا من الانتماء، حب شديد جدا. اللعيب اللي دايما عنده القدرة على انه يضحي، او بلاش اقول يضحي، انه يجي على نفسه او يفضل تيشرت النادي بتاعه على مصلحته الشخصية في اوقات كتيرة جدا، بقت يعني اعتقد انها بقت عملة نادرة في عصر بقت بتتحكم فيه المادة في كل شيء. من الناس الحقيقة برضو اللي اعتقد كانوا مرتبطين بكابتن عبد الوهاب بشكل كبير جدا في فترة وجوده في النادي الأهلي كان كابتن أسامة حسني اللي معانا على التليفون. مساء الخير يا كابتن أسامة. النور يا أستاذ أحمد، أهلا بيك وكل مشاهدي قناة النادي. أهلا أهلا بحضرتك. في ذكرى الرحيل لل 14 ما زال عبد الوهاب نجم عايش في قلوب الأهلاوية، وبيتهيألي في قلوب كمان زمايله اللي لعبوا معاه والعصروه في الفترة اللي كان فيها داخل جدران القلعة الحمراء. تتكلم مع جمهور النادي الاهلي عن عبد الوهاب وتقول ايه او تحكي ايه؟ يعني محمد عبد الوهاب الله يرحمه كان اخ وصديق، ويعني بعد مرور 14 سنه من رحيله يعني ما شاء الله الناس ما زالت تتذكره كانه موجود في الملعب بالفعل. الكلام ده كله جه من ان محمد عبد الوهاب يعني مش مجرد لاعب يعني عدى على النادي الاهلي، ولكن يعني حبه واخلاصه للنادي الاهلي والمكان اللي هو كان موجود فيه ده اللي ساب الاثر بعد 14 سنه ما زالت الناس تتذكره بكل خير. ايوه يعني من ابرز المواقف اللي كان بيحكيها لنا محمد عبد الوهاب وقت ما انضم للنادي الاهلي، وعلى ما اتذكر كان الكابتن محمود خطيب هو اللي يعني بيتفاوض معايا في الوقت ده عشان ينضم للنادي الاهلي. فالكابتن يعني اول حاجه جمعته محمد عبد الوهاب قال له انا عايزينك في النادي الاهلي، فقال له يعني ده شرف ليا. فالكابتن بيقول له طلباتك ايه يعني؟ قال له يعني حضرتك يا كابتن بتحقق لي حلم كنت بحلمه في يوم من الايام، فيوم ما حلمي يتحقق يبقى ليا طلبات؟ قال له لا طبعا يعني شرف ليا وحلم يعني ان انا انضم للنادي الاهلي. ويعني محمد عبد الوهاب بعد 14 سنه هو درس لكل الناس اللي بتبحث عن الماده دلوقتي. شوف حتى بعد رحيله بعد 14 سنه ازاي الناس ما زالت تتذكره. يعني انا كمان على المستوى الشخصي يعني كان بيجمعنا مواقف كتير حتى كان قبل يوم الوفاه. انت لعبت معاه في الاهلي وزميلته كمان بيتهيألي في المنتخب العسكري كابتن اسامه. المنتخب العسكري كنت موجود معاه كمان في بطوله المانيا في كاس العالم العسكريه في المانيا، وقتها خدنا بطوله كاس العالم العسكريه في المانيا يعني. كمان يعني من ضمن المواقف اللي جمعتنا بيه كان قبل ما يتوفى بيومين بالظبط. ايوه. كان في الملعب كان قاعد على الدكه في ملعب مختار التتش، وانا كنت بنروح دايما التمرين بدري يعني، فانا كنت قاعد جنبه الدكه فلقيته زعلان ومتضايق. فقلت له ايه اللي مضايقك؟ قال لي كان في واحد صاحبنا اسمه محمود وحيد قبلها بيومين كان توفى يعني.
فقال الدنيا يعني مش باقيه. اه ده كان واحد من اصدقائه المقربين. وكان معاه في منتخب الشباب يعني، وكان زعلان عليه. فحتى يومها لقيته بيديني صوره مريم يعني. انا ممكن احكي القصه دي المره الثانيه. قال لي دي خليها عندك صدقه جاريه يعني، تذكرني بيها لو ربنا توفاني. فحتى انا يومها حفظت الصوره دي يعني حبا في محمد عبد الوهاب. ايوه ما زلت كل ما اقرا الصوره دي في القران الكريم واوصلها دايما اتذكر محمد عبد الوهاب وبدعي له يعني. ربنا يرحمه، كان انسان طيب وكان انسان جميل وكان حاجه محترمه جدا. وسبحان الله يعني قبل الوفاه بساعات كنا كلنا موجودين. بس اسمح لي كابتن اسامه، بما انك انت كنت قريب جدا منه الحقيقه، لانه ناس كتير جدا كانت بتتكلم انه عبد الوهاب الله يرحمه كان عنده احساس يعني كبير جدا بانه، وكان في بعض التصرفات وبعض الكلام اللي بيقوله كما لو يبدو كانه حاسس انه كانت يعني نهايته قريبه. الكلام ده حقيقي؟ حقيقي. ما انا بقول لحضرتك يعني سبحان الله قبل الوفاه بساعات كنا موجودين لعيبه النادي الاهلي مع بعض على ما اتذكر. كان وقتها كنت انا واسلام الشاطر والرياض وحسن مصطفى محمد شوقي يعني نادر السيد وقت ما كان موجود في النادي الاهلي، ومع كابتن سيد عبد الحفيظ. كنا بنعمل اغنيه بتاعت ماتش الاعتزال بتاعت كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ، وكنا موجودين معاه في الاستوديو، وكان اللي بيغني الاغنيه محمد عبد الوهاب. قبل ما توفى بساعات الله يرحمه. سبحان الله وهو بيقول كلمات الاغنيه كانه بيقولها لنفسه. فبيقولها لنفسه. فهو يعني كان انسان طيب، انسان محترم، وكان قريب جدا من ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. يعني بالرغم كمان ان هو يعني ما لعبش سنوات طويله في النادي الاهلي. ايوه لكن صاحب بصمه مهمه جدا. بصمه، وكان مؤثر في الفتره اللي فيها باخلاقه، بسلوكياته، بادائه في الملعب، باخلاصه، بحبه لناديه. علشان كده ما زال الناس كلها بعد 14 سنه لسه فاكراه، تذكر محمد عبد الوهاب بكل خير. صحيح صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن اسامه حسني، نجم النادي الاهلي طبعا ومنتخب مصر. والكلام اللي بيقوله كابتن اسامه وغيره الحقيقه من الناس اللي زاملوا وعصروا كابتن عبد الوهاب بيأكد على معنى ودلاله واضحه جدا. خدوا بال حضراتكم انه النجوميه في اوقات كتيره جدا للاسف الشديد يعني بتبقى عند كتير من الناس اللي ما عندهاش حاله الاتزان وسيله للخروج خارج النص، انك انت تعدي كل الخطوط الحمراء. في مواهب كتيره جدا شفناها في تاريخ مصر، مش بس في الاهلي، في كل الانديه، للاسف شديد جدا بسبب الموهبه الجارفه او النجوميه الطاغيه اللي تعرضوا ليها راحوا الطريق وما رجعوش تاني، وما اعتقدش انه حد من الجماهير بيفتكرهم لغايه النهارده. لكن محمد عبد الوهاب بالاضافه لموهبته وبالاضافه لكل الحاجات اللي بكلم حضراتكم عنها من انتماء واخلاص لكيان النادي الاهلي، كان الحقيقه على خلق رفيع جدا. واعتقد انه ما حدش يمكن في مره واحده اتكلم على الراحل عبد الوهاب بكلمه وحشه، وده بيأكد على فكره انه الجمهور ما زال لغايه النهارده بيحترمه ويقدره. واعتقد ما اعتقدش انه جمهور النادي الاهلي ولا جماهير الكره في مصر تنسى محمد عبد الوهاب ولو بعد 14 سنه جايه. بنفتكره لانه، واحنا الحقيقه ما نسيناهوش عشان نفتكره، لكن مهم جدا في ذكراه انه يكون حاضر على شاشه الاهلي وفي السادسه مساء. هسيب حضراتكم بقى او هختم الفقره دي بكلام مؤثر للسيده والده النجم الراحل محمد عبد الوهاب، وفاصل ونرجع حلقتنا مستمره مع حضراتكم السادسه مساء. الإحساس هو كأنه يعني هو لا بيروح عن بالي ولا أنا بنساه ولا يعني ربنا هو اللي بيصبر وربنا اللي بيعيني، وفضل من ربنا إن أنا واقفة على رجلي لحد الوقت. بقول لو كان عايش كان اتجوز وكنت شفت ولاده حواليا دلوقت كبار، كانت حياتي هتبقى غير كده خالص. بقعد افكر في الحاجات دي فعلا، ولان هو كان برضه بيقول لي على حاجات كتيره كان هيعملها لي، بس ربنا ما نولوش بقى.
محمد كان صغير بس كان ذكي وكان حنين في نفس الوقت، ودماغه كانت كبيرة. كنت هو صغير بس كنت تقعد تشور عليه في حاجات، تكلميه في حاجات ما كنتش بتلاقيها عند الناس الكبيرة. كان بالنسبة لي أنا بقى أبويا وأخويا وحبيبي، ويعني كان بالنسبة لي أنا كان محمد ده كل حاجة في دنيتي أنا بالذات. وإخواته برضه كانوا أي حاجة الشرى لمحمد، يعني ما ياخدوش رأي حد إلا محمد. أي حاجة يطلبوها من محمد وأبوه موجود، لا محمد، لا استنوا لما محمد ياجي. ساعة ياجي محمد هنا يبقى البيت فرح، يبقى فرح، كلهم ياجوا بولاده، ويجيب لهم بقى حاجات كتيرة. وكان مثلا اللي تولد ما يسميش ابنها إلا محمد. محمد كان كل دنيتنا. الأهل نادي محترم ومحدش تخلى عنا منهم خالص، يعني كل اللعيبة وكل الناس. هو من سنة كده لقيت اللعيبة بحتلي هدية مع الكابتن سيد، وهو كابتن سيد يعني، وهم وبعتولي هدية هنا، وهو جه بنفسه كابتن سيد عبد الحفيظ. فمحدش تخلى عن محمد. محمد خد حقوقه، احنا خدنا حقوق محمد كاملة. عايز اقول له ما حبتش حد قدك. ومش قادرة أنساك لحظة، وما حدش حن علي قدك ولا بعدك، وهفضل كده لما أجي جنبك.